موجز لأهم الأنباء كنقدموا لكم من شوفتي بي. أهلا بكم. ذكر بلاغ للوكيل العام للملكي لدى محكمة الاستئناف برباط أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن موقع لكم الإلكتروني قصد البحث معها على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب. وجاء في البلاغ على إثر نشر الموقع الإلكتروني لكم شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية. أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن الموقع الإلكتروني المذكور قصد البحث معه حول الموضوع. على خلفية اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد يوم أمس الاثنين، أصدر حزب الاستقلال بيانا تنديديا ينتقد فيه أبرز الأحداث التي عرفتها الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، وخاصة السياسات الاجتماعية التي تنهجها الحكومة والتي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين. ومن بين أبرز النقاط التي سطرها الحزب أنه بعد قبوله قرار الاستمرار في تصويت مع الحكومة الحالية إلى حين تشكيل أغلبية جديدة ولعدم مسؤولية الحكومة، فقد قرر بكل مكوناته ابتداء من اليوم وفي إطار تموقعه في المعارضة مباشرة المهام النيابية الموكولة إليه في إطار موقعه الطبيعي. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي المسن برباط أن الحاصل العام للأداء الحكومي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي حاصلة إيجابية ومشرفة على الرغم من بعض التحديات والإكراهات أو بعض العثرات. وأقل الخلفي في مداخلة له خلال لقاء حول موضوع حكومة بن كيران الأولى أي حاصلة، قال: لا نقول إن الحاصلة مثالية، لكن ما هو أساسي أن الحصيلة في عمومها إيجابية ومشرفة، وهذا الأمر تدل عليه سلسلة من المؤشرات الرقمية. في موضوع آخر، قتل شاب مغربي يوم السبت الماضي على يد القوات النظامية التابعة لبشار الأسد في اشتباكات مع مقاتل التنظيمات الجهادية بضواحي مدينة حلب السورية. وكان الهالك البالغ من العمر 19 سنة والمنحدر من مدينة بني بوعياش قرب الحسيمة والمقيم بمدينة بهولندا، قد لفظ أنفسه الأخيرة بعدما أصابته نيران قوات الجيش أثناء الاشتباكات. في الخبر الرياضي، دخل الاتحاد التونسي لكرة القدم في مفاوضات مع المدرب المصري حسن شحاتة لتولي مسؤولية تدريب نسور قرطاجة في الفترة المقبلة خلفا للمدرب التونسي نبيل معلول المستقيل. وذكرت صحيفة الشروق التونسية اليوم أن المدرب المصري شحاتة دخل في قائمة المرشحين لتدريب المنتخب التونسي الأول خلال الفترة المقبلة. لهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية الموجز. نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله.